تحت رعاية كريمة من صاحبة السمو قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، تعلن جمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل إطلاق المؤتمر الدولي السادس للتوحد تحت عنوان شفرات التوحد، وذلك خلال الفترة من 25 وحتى 27 من فبراير الجاري في مركز عيسى الثقافي. ويهدف المؤتمر الذي يستهدف الآباء والمهنيين ومقدمي الرعاية لتسليط الضوء على معالجة اضطرابات طيف التوحد وغيرها من حالات النمو العصبي وتقديم استراتيجيات شاملة لإدارة الأعراض الطبية والسلوكية بهدف تعزيز جودة الحياة للأطفال والمراهقين المصابين بالمرض. ويشارك في جلسات المؤتمر خبراء في مجال اضطرابات النمو والاضطرابات السلوكية، وسيتضمن عددا من المعارض المتخصصة في الفن والخدمات التعليمية إلى جانب معرض للسلع والماركات العالمية سيذهب ريعه لدعم الجهود التي تبذلها جمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل. يأتي هذا المؤتمر في خضم طبعا مساعدة أبناء التوحد وأولياء أمورهم لوصول إلى حل لهذه الحالات والمساعدة فيها. طبعا جمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل برئاسة سعادة الدكتورة الشيخة رانيا بنت علي آل خليفة استقطبت 2 من البروفيسورية من أمريكا، والردي هم فيهم توحديين، أيضا في الخبيرة سونيا شارما من كندا أيضا خبيرة في التوحد. فحاولنا في هذا المؤتمر قدر الإمكان أن نضع الأهمية لهذا المؤتمر لأهميته على الساحة الداخلية في مملكة البحرين. تتشرف جمعية هذه البحرين بتلبية دعوة الدكتورة الشيخة رانيا بنت علي الخليفة للمشاركة في مؤتمر جمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل. كما أود أن أشكر الجمعية على جهودهم وعملهم الجميل طوال هذه السنوات في دعم مجتمعنا. إن شاء الله هنكون مشاركين في المؤتمر بإذن الله تعالى كدعم خدمة مجتمعية لأطفال التوحد وأهل التوحد. احنا بنقدم خدمات كتيرة جدا من المستشفى، برنامج تأهيلي كامل للمرضى والأهالي، توعية للأهل، بنساعد الأهل من ناحية الطبية من ناحية النفسية.